السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ثيرموميكس بيفضيلة. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الشهيوة، شهيوة مغربية عريقة كانوا كيصايبوها الامهات والجدات ديالنا، وما نظنش شي بيت مغربي ما يبغيش هذه الوصفة. غادي اللي هي الكباب مغدور، غادي نصايبوها بالثيرموميكس، والوصفة ديالها متواجدة في الكتاب، في كتاب الطبخ المغربي اللي وفرته الشركة. المقادير ديالها بسيطة وسهلة وفي المتناول، غادي نمرو لتحضيرها. مقادير عندنا واحد 500 غرام ديال لي بروشيت ديال اللحم، 500 غرام او لا على حسب المستطاع. عندنا واحد 3 ديال الفصيصات ديال الثوم منقيين خضر، عندنا واحد البصيلة صغيرة مقسومة على جوج، واحد عندنا 30 غرام ديال الزيت البلدية، 15 غرام ديال الزبدة، واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة، عندنا نص معلقة ديال، عندنا في التوابل غادي نحتاجو الملحة، نص معلقة صغيرة ديال الملحة، عندنا معلقة صغيرة ديال الكركمة، ها هي الخرقوم، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الكمون، انا ما درتوش غادي نجيبو دابا نستعملو، عندنا التحميرة حتى هي معلقة صغيرة، ما تكونش عامرة بزاف، ما تكونش بومبي، وعندنا القزبر، شوية ديال القزبر والمعدنوس، اللي بغى غير يربطو يربطو، واللي ما بغاش يقدر يقطعو هكا صغيور، انا كنفضل نقطعو، وعندنا 100 غرام ديال الماء ربيع، هذا اللي ما مقبضش غادي نحطو، وندير معاه ثومة، وغادي ندير له 3 سكوند فيتيس 10، سمحوا لي مشابالي مع لي مينوت، 3 سكوند فيتيس 10. غادي نحلو و اون فا راكلي لي باغوا، تحت نتوما غادي نوريكم كيفاش تطحن، نهبطو هادشي كامل، غادي نرجع هادي، وغادي نزيدو عليه البصله اللي قطعناها على جوج اولا على اربعه، نتوما وشنو بغيتو، وغادي نديرو لها 6 ديال الثواني فيتاس 7، 6 ديال الثواني سرعه 7. شلضات لينا البصلة والربيع والثومة، شلضو مزيان، دابا غادي نضيف، غادي نهبط هاد الجناب، وغادي نضيف اللحم، اللحم ونضيفو التوابل كلها، الملحة، الكمون، التحميرة، البزار، الخرقوم، التملين، غادي نضيفو لها الزبدة، 15 غرام ديال الزبدة، وغادي نضيف واحد شويه، نخلي غير شويه ديال الربيع، هذا كنت قطعته قبل، غادي نديرو غير شويه، نخلي شويه للتزيين، وغادي نزيد الزيت، حاولوا ما نكتروش ليدام، لان اللحم ديال الغنمي ديال العيد تيكون شويه ميدم،
نديروا واحد الجهد ديال جوج معالق كبار مع الزبده، راه تبارك الله. وغادي نضيف 100 غرام ديال الماء، 100 غرام غادي نضيف 100 غرام ديال الماء، وهاد 100 غرام انا عبرتها بلو كوب لي دوزور ديالو، ها هو وكيعبر 100 غرام. غنضيفها وغادي نسد عليه ونديرو 30 دقيقة 120 على الحرارة 120، 30 دقيقة حرارة 120، وندير لو سونس انفيرس يعني باش الموس ما تحليش اللحم. 30 دقيقة درجة الحرارة 120 ها هي، وهذا لو هذا هو شوفوا بلاتي لو سونس انفيرس، هي هاد نشوف واش راه كيبان، فوالا لو سونس انفيرس هي هذا، ها هو هنا عطاني هانتوما. دابا كاين هاد الكروه هي كتطحن، هاد لو سونس انفيرس هو اللي ما غاديش يطحلي داك اللحم. وغادي ندير فيتيس على كويير، ها هي المعلقه خرجات بحال الا جالسه، وكنحرك في المجمر ونخليه نص ساعه وهو موجود. التقديم النهائي للكباب مغدور ديالنا كيف كتشوفوا تيجي رائع، وكيجي خاطر ومريقته عقده. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك ديالكم ومشاركه الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده، وشكرا.